فينا نحكي أكثر مع فيليب زيادة. فيليب أحد أبرز رجال أعمال. بونجور فيليب، كيفك؟ اشتقنا لك، مش كتير شفناك مؤخرا، رح نشوفك. صحيح، انت يعني ما بعرف اذا فينا نقول مغترب او 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 نص مغترب نص مقيم. لا انا المغترب، انا عم جرب قد ما فيي اعطي مثل للمغترب كيف لازم يكون. فيليب، خلينا هيك نتعرف اكثر عليك. على يعني انا بعرفك رجل اعمال محفز لكثير من المشاريع الانمائيه وعندك افكار كثير للبلد. هلا رح نحكي موسعا، بس اللي دائما لطالما شكل المؤتمر منصه لاطلاق مشاريع عديده لتحفيز الشباب ولتحفيز رجال الاعمال ولتحفيز كله لمصلحه الوطن. انت شو هدفك من هالمؤتمر؟ ليش شاركت فيه بالاساس وكان لك مشاركة فعالة؟ افتكر من 3 سنين أنا التقيتك أول مرة. لكن المؤتمر هو بينمي عندك، بحسسك بشعور كل مغترب بحبه، شعور الحب للوطن، شعور النجاح يلي بتقدري النجاح تستثمريه بوطنك. بس هيدا هالسنة، أنا هلأ كنت عم بقول أنه السنة له غير طعم. ليش؟ لأنه بعد الانتخابات والمغتربين. هلأ حسألك على الانتخابات. ما هي بالذات هيك، لأنه أنا انتخبت بلوس أنجلوس وجيت، سو الإحساس بالانتخاب وقت انتخبنا هونيك حسينا أنه بطلت حكي الخبرية. يعني الاغتراب، علاقة الاغتراب بلبنان وهالمسيرة اللي بلشت بال 2014 مع الـ LDE، حسيت أنا شخصياً أن ترجمت وقت حطيت صوتي من لوس أنجلوس. وصف لنا المشهد فيليب. هلا ده انا يعني بلاس فيغاس جالي صغيره منا كبيره، انتم يمكن رحتوا على لوس انجلوس صح؟ او وين كان في قلم اقتراع بلوس انجلوس بلاس فيغاس؟ لا كان بلوس انجلوس. نحن كان في سافرنا لنصوت. كيف كان الشكل العام، الوضع العام؟ هل كان في اقبال من اللبنانيين على المشاركه بهالعمليه؟ كان في اقبال. هلا كان مثل العاده على طول سياسه النيجاتيف، يعني الياس انه ما راح تصير الانتخاب لاخر تكه، ما راح تصير. لا ما صدقنا الا نحن عم ننزل الورقه. بس لا كان الجو اكيد في انا بالنسبه لي هذا جو، هي نقطه تاريخيه بتاريخ لبنان الحديث. يعني هذا شيء عن جد كنا نحلم يصير واليوم صار. ترجم يعني اليوم كل ورقه عم نحط نقطه من حدود لبنان. نعم. المغترب يلي تغرب، يلي زعلنا عليه، يلي وقت انا اهلي زعلوا علي انه تغربت، هيدا قلبناه. المغترب صار بالعكس، صار اضافه للبنان. يعني نحن رحنا لبرا، تعلمنا، شفنا التطور كيف بيكون، شفنا هالبلاد كيف تمشي، وصار هلا من هونيك من محل ما نحن فينا نحط راينا يلي تطور نحطه عند لبنان، صار فينا نحن نعمل فرق. نعم. طيب مؤتمر الطاقة، أنت شو بتطلع منه فيليب؟ بتطلع من مؤتمر الطاقة حامل شو؟ أول شيء مؤتمر كم كاردو فيزيت أول شيء؟ كتار، بس بحبه. يعني هو الإحساس الحلو، أنت بس تغتربي، وكل مغترب بيفهم علي شو عم بقول، بس تغتربي بصير هذا الإحساس حب لبنان، بتحبيه كل عمرنا نحبه، ما نعرف كيف نترجم هالحب. طيب بحبه بس شو فيني أعمل؟ ما فيك تعمل شيء. بيشتاق له، ما فيك تعمل شيء. طب كيف بدك تأثري؟ كيف بدك توصلي رأيك؟ كلهم هدول صاروا هلا بيترجموا بالـ LTE. يعني إذا بتشوفي أنت، هن في كتير عالم ليه عم بيكبر كل سنة؟ هن ذاتهم عم بيرجعوا يجوا. كل واحد عم بيجي عم بحس ذات الإحساس، عم بحس بهالإحساس الانتماء للبنان حتى أنت وبرا. يعني كأنه لبنان عم بيجي لعندك وعم تقدر توصلي صوتك وتعطي رأيك وتشاركي. طب أنا عندي سؤال أخير. أنا بعرف أنت شاب وناجح وبتشكل حالة انفلونشل لكثير من الشباب مثلك الناجحين. عندك كثير مشاريع لبلدك وبتطلب من بلدك. شو عندك تقدمه لبلدك وشو بتطلب منه؟ أنا اللي بدي أطلبه من بلدي هو على طول بيعطيني. بلدي أعطاني الإيمان، أعطاني النجاح، أعطاني العنفوان والإرادة انه انجح. انا ممتن له، يعني انا ما بدي منه شيء، انا بالعكس ممتن. سوري يعني. بس انا بدي رد له، بدي رد له، بدي افسر لهالشباب انا، لانه بقدر اذا بدك تقولي بجيلي بقدر اثر على الشباب الصغير، فرجيهم كان جو بلبنان وان كان بالاغتراب بدي فرجيهم كيف لازم نتغرب، كيف لازم نضل عيننا على لبنان، كيف فينا نستفيد من ونتعلم ونساعد بلبنان. وبدي فرج الشاب اللبناني
نقدر نجرب نخليه يضل بلبنان، او نقدر اذا بده يهاجر على القليل نعلمه كيف يهاجر. نحن مش رح نحكي عن المشاريع لانه في حلقه كامله بتحكي عن مشاريعك وبتحكي عن حالك ومنعرف اكثر على هالشخصيه الحقيقه استثنائيه. يعني انا بدي اشكرك فيليب زياده، وفرصه حلوه انه التقينا بالال دي ونلتقي دائما. ثانك يو، كلك ذوق، ثانك يو. يعني دائما